ضروري نهدم كل شيء لحتى نرجع نبني. او 30 او 40 طالب يعني قدامهم برسم، فما عندي مشكله. فكره انه تحويل السجاده، حمل السجاده من الارض على الحيط، يعني التحويل للعمل الفني، وتحويل الورق من قلب من دفه الكتاب كمان للوحه فنيه. فانا هيك منه عملت اعاده تدوير بالجهتين، السجاد والورق، ومنه يعني هي شغله بتساعد البيئه باعاده التدوير، ومنه أنا قدمت عمل جديد بمقوماته التشكيلية بيحمل يعني روح هذا العصر وطاقة الماضي القوية. هلا بس لحتى تكمل شوي مثل هديك. يعني لقيت حل انه انا بحذف شوي من شغل النساجين وبضيف شوي من عندي، فبيطلع عملي بس يعني عملي مشترك بيني وبين النساجين. انا لولا الايحاءات بتعطيني اياها السجاده لحالها بتعطيني ايحاءات معينه فانا بتبعها، وكل سجاده لها روح ولها تقاليدها لها اصولها، بتفاعل معها بهي الطريقه. هذا كتاب قديم عندي، قلت ليش ما حتى اعيد تدويره، يعني مشان كمان الحفاظ على البيئة والاهتمام بعدم تلوث هذا الكوكب يعني، فلازم نشتغل على شيء هيك. وموجود وموجود، وبنستغل انه في عليه كتابة عربية يعني بتعطي هوية للوحة الفنية اكثر ما انه تكون فاضية الورقة. قال كيلانا كنبتي ربيع الرمال نرف ارتجال. نجيب لون عليه. الغاية التقنية يعني اني حولت انا مادة تقريبا يعني أنقذتها من سلة النفايات وأعدت تدويرها بتغيير حامل اللوحة اللي هو إما ورق أو سجاد، وهذا الشيء بيساعد البيئة وبيساعدني وبيرخص علي تكاليف المواد الجديدة واللي بنستوردها مشان أرسم عليها.